اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلونا طبعا قبل ما نبدا الحلقه نعزي الشعب المصري وانفسنا في شهداء الوطن اللي استشهدوا امس. والحلقه النهارده لطيفه وبسيطه واكل صحي، والاكل الصحي طبعا مطلوب ان احنا لازم على الاقل مره في الاسبوع نشوف ازاي نعمل الاكلات اللي نفسنا فيها ولكن بطريقه صحيه. شيف المغازي علمنا حاجه حلوه قوي، ناكل اللي نفسنا فيه ونبحث جوه الاكله في العناصر الغذائيه اللي موجوده فيها، سواء الزبده، سواء الكريمه، سواء الماتيريال بتاعها بكل تفاصيله. النهارده هنعمل ايه مثلا مع بعض؟ معانا صدور فراخ هنعملها مشويه بالزعتر مع زيت الزيتون، حاجه زي البيكاتا كده بس هنتلاشى طبعا الزبده والكريمه والحاجات اللي هي ممكن تؤدي لدسامه ووزن زياده. معانا النهارده كمان بروكلي هنعمله مشوي مع زيت الزيتون، لطيف وجميل وياخد فليفر من الروزماري، والروزماري ده طعمه حلو قوي جدا مع المشويات. معانا طبق مكرونه جميل جدا عشان الاطفال برضو يشاركونا في السفره بتاعتنا، هنعمله بالمشروم، واحنا كلنا عارفين ان المشروم بروتين نباتي غني جدا وامن، مفيش منه مشاكل خالص. السفره بتاعتنا لا تخلو من طبق السلطه، ولكن السلطه النهارده مميزه، هنعملها طبعا بالشوفان، هنستخدم الشوفان المحمص، واحنا عارفين كلنا الشوفان مكنسة المعده، بيمتص الكوليسترول والدهون اللي موجوده في الجسم، وغني بالالياف الفعاله والغير فعاله. انا مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعت النهارده وفيها معلومه غير معلومه، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. مش عايزين نقول الكلام ده انشا وبس، عايزين نعمله عملي وننفذه عمل النهارده على الاقل يوم في الاسبوع، واحنا اخترنا يوم الاحد زي ما تعودنا من الشيف المغازي في برنامجنا الشهير اكله امي. هروح فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. نحط الجريلا كده ونتاكد ان هي في درجه حراره عاليه جدا، تشوي فراخ، تعملي برجر مشوي، تشوي سمك، تشوي جمبري، اي فيليهات بتشويها لازم تكون الجريلا بتاعتك سخنه او الطاسه سخنه. علل ولماذا؟ للاحتفاظ بالسائل اللي جوه حته اللحمه او الجوس اللي موجود جوه حته اللحمه دي، المدرسه. حلو الكلام. معانا صدور الفراخ هناخدها كده ونعمل لها شويه توابل حلوين مع بعض، نوسع الدنيا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو ده كام؟ 2 زي الفل. وتعالوا نقطع صدور الفراخ دي بطريقه حلوه تعجبكم. حلو الكلام. طيب لما تيجي تشوي الفراخ اللي زي ديت صدور مثلا، يعني لازم تقطعيها شرايح رفيعه جدا عشان ما تاخدش وقت كبير في السوى، زي البيكاتا او زي الاسكالوب. واستخدامك للسكينه هنا مش اي سكينه، لازم السكينه تكون سكينه رفيعه، ما تكونش سكينه عريضه. الحاجات اللي بقولها دي والتفاصيل دي مطلوبه. بس حاجه صغيره كده قبل ما اخش على الفراخ المشويه، السكينه اللي انا بشتغل بيها والحاجات دي لحضراتكم، يعني في فرق بين السكينتين. انا والله العظيم انا ممكن اقطع الفراخ دلوقتي وارميها في الطاسه واريح صوتي وزوري والكلام ده، بس انا اتعودت على كده من بدايه ما طلعت على الشاشه من سنين، ان اي حاجه بتيجي فرصه اتكلم عنها بتكلم عنها وربنا بيكرمنا. السكينه اللي انا ممكن اسحب بيها فراخ او ان انا اقطع فراخ شرايح او لحمه او شاورما لازم تكون سكينه رفيعه، يعني المسن بتاعها او المستحد بتاعها يكون رفيع بالشكل ده كده، ما يكونش عريض زي ده. دي لتقطيع حاجات كبيره، تورتات، بنقطع سمكه جسمها قوي جدا، ولكن لتقطيع الفيليهات لازم تكون السكينه دي، وكل ما كانت ارفع كل ما كانت احسن. حلو، ما تكونش مشرشره اللي هي المنشار، خلي بالك، وتكون حاميه. شفتي ماشيه كده. نقطعها كام؟ 4 زي ما انت عايز، رفيعه جدا، لا تتعدى 1 مللي. ادي صدور الفراخ بالشكل ده كده. مقادير الفراخ المشوية على الشاشة، بنقطعها بالشكل ده كده ببساطة وسهولة. صدور فراخ، زعتر طازة، زعتر يابس، روزماري معانا، توم. باخد الموزة الحلوة دي كده، أنا بحب أشويها زي ما هي بصراحة، ما بقطعهاش، تبقى طرية وحلوة، ما بتاخدش وقت كبير في السوا، ولها قطمة كده تحت السنان، يعني قلب الصغير لا يتحمل. الموزة عايز تشوفها؟ دي اللي بتبقى تحت صدر الفرخه، دي تاكلها كريسبي اهي 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 الموزه الحلوه دي اهي وادي واحده كمان معايا اهي دول موزتين اهو دولت حلوين قوي حرام ان احنا نبهدلهم بالسكينه. تاكلها مشويه تاكلها كريسبي تاكلها على البلانش زي الفل. حلو الكلام؟ جالنا سؤال دلوقتي من على السوشيال ميديا بيقولوا البروكلي ده الاستاذه مين الست الكل اسمها ايه؟ استاذه مدام منى. حلوه مدام منى بتسال ينفع ان انا اعمل البروكلي ده مسلوق؟ لا ما ينفعش. يعني مش هيبقى طعمه لطيف وحلو، انصحك تعمليه مشوي. ولكن لو عملتيه مسلوق هيتاكل عادي، المطبخ له دستور وله قاعده وله اي حاجه، يعني تقدري تعملي اللي انت نفسك فيه. تعالوا نتبل الفراخ. توم طازه. شوفي بقى هنا ابداعي، انا ما تمشيش مفيش قاعده هنا، عايزه تشويها ايه بطريقتك؟ ممكن تومه وزيت زيتون وخلص الكلام، شويه زبادي وتوم خلص الكلام، زي ما انت عايزه، بس احنا بنغير علشان ما نملش. ما خلي بالك المطبخ ده الميزه انك انت تعملي كل يوم بطاطس ولكن بطعم مختلف عشان ولادك ما يملوش وجوزك ما يملش، ياكل بره، يقضيها بطبق كشري وخلص الكلام. الحمد لله احنا من بعد العيد جالنا اوبشن حلو كده، وبشكر الاداره والقائمين على تطوير البرنامج بتاعنا. ان احنا بنعمل لايف، اللايف ده بعد التتر ما بنشوفه على الشاشه على طول ونجاوب على كل الاسئله عشان حماده وكل الساده المشاهدين. نسال بقى المكرونه النجريسكو، البشاميليات، اللازانيا، اللي نمسكهم فيه واللي بنقدر بنجاوب عليه واحنا شغالين مع بعض بنجاوب عليه. النجريسكو لازم اسباجيتي ولازم وايت صوص وجبنه، الاثنين بيختلطوا مع بعض مع صدور فراخ وندخلها الفرن. انا هعمل لك احلى صينيه بطاطس بالفراخ. الفراخ بتقطعها شرايح، تجيبي كيلو بطاطس كده تقطعيه شرايح، والفراخ تجيبي فرخه سليمه تقطعيها 10 قطع، والفراخ تشوحيها على النار نص سوا وتتبليها حلو بالتتبيله زي اللي في ايدي دي كده، وتحطيها مع البطاطس في قلب صينيه. وعايزاها بالطماطم حطي لها صوص طماطم، عايزاها بيضه حطي لها شويه شوربه حلوين كده، وتخش الفرن بألف هنا وشفا. شايفين الفراخ معايا؟ اخد الفراخ دي كلها واحطها هنا كده زي الفل، ومعايا جريلا على النار. نبدا نشوي الفراخ، احنا بنشوي مع بعض بقى لغايه لما حلقتنا تخلص والوقت بتاعنا يخلص. شفت الفراخ تبلتها زي الفل تمام. الفراخ اللي انا بتبلها ديت اللي انا بعمله ده غلط، معقوله يا شيف؟ بتعترف؟ بعترف. مش غلط في التنفيذ، ده غلط ان احنا لازم دي تقعد في التلاجة على الاقل يعني ساعه زمن، يعني اعملها من الصبح مثلا، اعملها من بالليل، كل ما تقعد في التلاجة كل ما تحلو بالشكل ده كده. ده الموضوع بسيط جدا. هبدا اشوي شويه فراخ احطهم على الجريلا يتشوي، وفي حاله ما الفراخ بتستوي انا بعمل السلطه بتاعتي الجميله اللي هي بالشوفان. نشوف هنعملها مع بعض ازاي. حلو الكلام، ولكن مهم جدا الطاسه بتاعتك تكون سخنه. ناخد الفراخ دي كده اللي تبلناها، اللهم صل على النبي، ونبدا ان احنا نشوي بقى ايه شويه فراخ كده واحنا قاعدين بنتسلى. ايه الاخبار؟ اللهم صل. يلا مخرجنا بيحب الفراخ واللي يحب المشويات. طاسه سخنه، جريلا سخنه، يفضل شوي الفراخ او اللحوم او اي مشويات على جريلا سخنه سميكه، المعدن بتاعها سميك. علل ولماذا؟ للاحتفاظ بدرجه الحراره اكبر وقت ممكن. عملها كده حلوه قوي تمام زي الفل. شويه فراخ تاكل صوابعك وراها شايفين؟ تمام دول كفايه قوي حلوه قوي. نقلب الفراخ بتاعتنا دي كده بسرعه. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ الله 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 الله. اتفضلي. تاني يا استاذ رحاب. سؤال والله انت بنت حلال مركزه معايا جامد جدا. في سؤال جالنا دلوقتي من الكنترول بيقول لك انت عملت امبارح 5 انواع من المقبلات، وانت قلت مدرسة المقبلات والسلطات في البعض منها بيزداد حلاوة وانسجاما لما نحطه في التلاجة ويبيت في التلاجة، وفي البعض منها ناكلها في الحال. فايه اللي ممكن تاكله النهارده من المقبلات اللي انت عملتها امبارح؟ سؤال جميل جدا. اولهم القرنبيط اللي اتعمل بالطحينه، ده يقعد معانا يوم واثنين وثلاثه. حلو الكلام. البيض اللي انا عملته امبارح مع المايونيز. حلو، الحاجات دي مهمه جدا. الفراخ هنا بتتحمر. اخبار الجريل ايه؟ عينيا يا ست الكل. الفراخ هنا بتستوي زي الفل. تعالوا نغرف الفراخ بتاعتنا الحلوه. حلو خلاص، انا مش هغرف معاها حاجه، زي ما هي كده. ممكن تحطي معاها شويه زيتون، ممكن تحطي معاها شويه بطاطس متحمره عادي اهيت. لو عايزين يا شباب تنهوا الحلقه سيبونا اعيش مع الفراخ عادي اهو، ولكن انا عايز استمتع بشكل الفراخ وانا بغرفها كده اهو اهو زي الفل تمام اهو. الله على الفراخ استوت يا شيف، ندوق عينيا. طبعا عايز اقول حاجه مهمه، ان احنا بعد ما الحلقه بتخلص والتتر ينزل من على الشاشه على طول، شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه عشان اللي بيتابعونا في انحاء العالم، انا بطلع لايف لمده دقيقه دقيقتين او لمده الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها وهنجاوب عليها. من ضمن الاسئله عشان تعرفوا ان انا فاكر، المكرونه النجرسكو اللي حماده اللي سال عليها، وست الكل سالت عن تتبيله للسمك، هنقول لك تتبيله للمقلي والمشوي الاثنين يا ست الكل بتستاهلي. وكمان من ضمن الاسئله قالوا لك عن احنا عينيا طبعا هنقول لنجرسكو. السفره بتاعت النهارده والفراخ المقرمشه انا عملتها مشويه مع الروزماري، يبقى احط عود روزماري حلو كده برزنتيشن حلو مع الطبق الحلو ده كده. السفره بتاعتي كده احط ده هنا احسن. عينيا حاضر، اسمع كلام الاستاذ المخرج عشان الصوره الحلوه تبان، واحط واشيل ده من هنا خالص. حاضر عينيا. لازم ان احنا نسمع التوجيهات، ده النجاح. حلو قوي. السفره بتاعت النهارده صحيه، ولما بقول الصحه تاج عروس الصحه والوقايه خير من العلاج، ده بيترجم لعملي لفعل. حط على باب الثلاجه الجملتين دول، الوقايه خير من العلاج، لازم تكتبيها بالبونت العريض كده او البونت العريض. والصحه تاج عروس الصحه دي مهمه جدا، ان انا بايدي ان انا اعمل يوم صحي لاولادي لجوزي لاسرتي، على الاقل ان انا اهرب من الدهون اللي موجوده والدسامه اللي موجوده في الاكله، بدايه من الرز المعمر. بلاها القشطه مع الرز المعمر، استخدمي الحليب بس وكفايه، ومعلقه سمنه حلو، او بلاها السمنه حليب وكفايه. ممكن نعمل صينيه بطاطس، بلاش نعملها بالليه او بنعملها بالسمنه البلدي، معلقه زيت. انا بتكلم على اكلات دارجه في المطبخ المصري او الريف المصري او الصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من ماسبيرو القناه الاولى. فيكم تعملوا يوم في الاسبوع اكل صحي، مفيش مشكله. للست المبتدئه للست البسيطه خالص، صينيه البطاطس اعملها ازاي؟ لو انا بعمل اكل صحي، البطاطس مفيش منها ضرر، بتقطعيها بتحطيها مع طماطم مضروبه في الخلاط ني في ني، الحته اللحمه بتغسليها كويس وتجيبي اللحمه الهبره قليله الدهون بنسبه 20-30% بتوصي الجزار، وتحطها كلها مع بعضيها، او تشوحي اللحمه في طاسه بره تهربي من الدهون بتاعتها، وتقلبها مع بعضيها مع شويه ملح، وانك تحطي ايدك في قلبها كده، هي دي الخير والبركه. امي كانت تعمل كده زمان الله يرحمها، تحط ايديها كده في قلب الصينيه، خلص الكلام. ولكن مهم جدا زي ما قلت ان انا بشكل من الاشكال وبكل الطرق ان انا لازم اختار يوم في الاسبوع، مش لازم يوم الاحد، انا اخترناه في البرنامج بتاعنا، انت تختاري يوم في الاسبوع يكون الاكل صحي بقدر الامكان. وبقول تاني وبوجه ان احنا بعد ما بتخلص الحلقه انا بعمل لايف مع حضراتكم، بجاوب على كل الاسئله اللي سالوها الاطفال الحلوين وكل الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا على القناه الاولى والفضائيه المصريه، ونجاوب باستفاضه وبنشرح احنا عملنا ايه اللي ما قدرناش نقوله مع بعض على الهواء. رؤيه، فن، ابداع، حتى لو كان الاكل صحي. كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.